شهدت الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية في جولتها الأولى حضوراً قوياً للأحزاب القومية، إذ استطاعت أن تحجز لها موقعاً متقدماً في خريطة الأحزاب، كما استطاعت ورغم تباين تحالفاتها فرض نفسها رقماً صعباً في أي استحقاق انتخابي. تعد هذه النتيجة الإيجابية حصيلة تنامي التيار القومي على وقع الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد وقدرة الخطاب السياسي القومي على الحشد في أوساط الأتراك حول أبرز القضايا الداخلية وعلى رأسها قضية اللاجئين. تتقاسم الأصوات القومية 4 أحزاب مهيمنة تتفق في الأفكار الكبرى بشأن الأمة التركية وهويتها، وتتمايز عن بعضها بعضاً شكلاً بتعدد الأطر السياسية، لذا فهي تعد ظاهرة بحد ذاتها بغض النظر عن اختلاف التكتيكات الانتخابية التي تعتمدها قيادات هذه الأحزاب. يبرز حزب الحركة القومية بقيادة دولة بهجلي كأكبر هذه الأحزاب وأقدمها، وشارك في الانتخابات الأخيرة تحت تحالف الجمهور بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان حاصداً 50 مقعداً في البرلمان، أي بزيادة مقعد واحد مقارنة بانتخابات 2018. القطب القومي الآخر يتمثل بحزب الجيد بزعامة ميرال أكشنار، وهو جزء من الطاولة السداسية المعارضة التي شكلت تحالف الأمة بقيادة كمال كليجدار أوغلو. واستطاع الحزب الجيد الفوز ب 43 مقعداً في البرلمان بعد أن حصل على 9.6 من الأصوات. في تحالف الأجداد حصل حزب النصر المصنف كحزب قومي يميني راديكالي على ما نسبته 2.2 من الأصوات دون أن يستطيع تحقيق العتبة اللازمة لدخول البرلمان، فبقي من دون تمثيل، وهو حزب على أي حال حديث نسبياً تأسس في 2021 بقيادة أوميد أوزدغ. أما حزب الاتحاد الكبير الذي يقوده مصطفى ديستنجي المنشق أصلاً عن الحركة القومية فلم ينضوي تحت أي من الائتلافات الحزبية المعروفة، إلا أنه أعلن دعمه لتحالف الجمهور في الانتخابات. وبالنظر إلى النتائج النهائية فلم يحقق حزب الاتحاد الكبير أي نتائج تذكر ولم يتمكن من دخول البرلمان. تجدر الإشارة إلى أن المرشح اليميني القومي سينان أوغان الذي قاد تحالف الأجداد حصل على أكثر من 5% من أصوات الانتخابات الرئاسية، وهو من أكثر الشخصيات اليمينية معاداة للاجئين. أوغان وبعد محاولة كليجدار أوغلو استمالة قاعدته الانتخابية أعلن دعمه للرئيس أردوغان خلال الجولة الثانية بالانتخابات الرئاسية. في التقرير التالي نرصد مسار صعود التيار القومي وتفضيلاته الانتخابية ومحاولة استقطاب الأصوات القومية في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، ثم نعود لنبدأ النقاش. سجل التيار القومي التركي حضوراً لافتاً في الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة، حاصداً أصوات ما يقرب من 23% من الناخبين الذين وجدوا في الأحزاب القومية ملاذاً لهم على امتداد الخريطة السياسية التركية. ربع الأتراك قوميون، كما تكشف بيانات الانتخابات التي كانت بمثابة استفتاء على هوية المرشح الذي سيقود البلاد وتوجهاتها وهوية تركيا في الأعوام 5 القادمة، في مشاركة تاريخية للتصويت بلغت نحو 89% من الناخبين الأتراك. بالنظر إلى النتائج التي أحرزها القوميون مقارنة بالانتخابات السابقة عام 2018، فقد حصدت الأحزاب القومية 93 مقعداً موزعة بين الحركة القومية وحزب الجيد المتموضعين في تحالفين مختلفين. ورغم هذا التموضع تفرقت أصوات القوميين على عدة أحزاب بعد احتساب حزبي الاتحاد الكبير والنصر، إلا أنه كشف عن الوزن الانتخابي للقوميين الذين عبروا عن أنفسهم من خلال عدة منصات وفرتها الأحزاب القومية المختلفة. ومع تبني حزب العدالة والتنمية خطاباً قومياً معتدلاً، فإن عدداً كبيراً من أصوات القوميين المحافظين يمكن أن تضاف إلى مجموع التيار القومي بشكل عام. المرشح الرئاسي اليميني سينان أوغان بدوره أعطى لشريحة يمينية من القوميين مساحة للتمثيل خارج الأطر السياسية السابقة، ليصبح أنصاره رقماً حاسماً في تحديد نتيجة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، خاصة إذا ما استجابوا لدعوة سينان أوغان
وقراره دعم الرئيس أردوغان. في تفسيره الصعود المضطرد للتيار القومي، تذهب معظم التحليلات إلى أن الأزمات الاقتصادية وأزمة اللاجئين كانت من بين الأسباب الرئيسية التي دفعت بالناخب التركي إلى دعم الأحزاب القومية، لكن هذه الأسباب تبقى طارئة ترهن الصوت القومي بالظروف المرحلية بحسب مهتمين بالشأن التركي، مهملة طبيعة الانضواء تحت مسمى التيارات القومية التي تمتزج فيها العقائد والأيديولوجيات المولدة للمشاعر القومية مع البرامج الاجتماعية والاقتصادية للأحزاب السياسية. فمعظم الأحزاب والتحالفات قدمت رؤيتها لحل أزمة اللاجئين متعهدة بإعادتهم إلى بلادهم، وعرضت حلولها للأزمة الاقتصادية الضاغطة على المواطن التركي. فلما صعد الصوت التركي الداعم للأحزاب القومية؟ لعل ذلك يعود إلى انتظام التيار الذي كان يوماً محركاً أساسياً في السياسة التركية بعد أن فسحت الانشقاقات أمام الناخب القومي خيارات وتفضيلات جديدة خارج الأحزاب التقليدية. ويتابع مهتمون بالشأن التركي عن كثب تنامي وحضور التيار القومي برسم الاستحقاقات الانتخابية لاستجلاء ما إذا كان حضوراً طارئاً على وقع الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، أم أنه يمتلك قاعدة فكرية وبرنامجاً سياسياً تلتف حوله كتلة وازنة من الأتراك. معنا من إسطنبول الكاتب الصحفي عبد الناصر سنجي. سيد سنجي، يقول سينان أوغان الذي حل ثالثاً في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، يقول حرفياً: جعلنا القومية التركية والكمالية ضمن أجندة البلاد الرئيسة، كما ارتقينا بالقوميين الأتراك إلى موقع رئيس في الحياة السياسية. ما أسباب هذا الصعود الكبير للتيار القومي في البلاد برأيك؟ مرحبا بك أستاذ وائل وبمشاهدي التلفزيون العربي. حقيقة القومية التركية ليس موضوعا أو ليس شيئا مستحدثا في تركيا. تركيا أو الجمهورية التركية الحالية هي قامت على أساس قومي قبل سقوط الدولة العثمانية. في أواخر الدولة العثمانية قامت جاءت الفكرة، فكرة القومية التركية، ثم قامت عليها الجمهورية التركية. اليوم طبعا سينان أوغان لما يتحدث بهذه النبرة وأنه عمل على رفع القوميين والقومية التركية إلى الأعالي، وأنه يعني القومية التركية لم تغب عن تركيا يوما ما، حتى حزب الشعب الجمهوري الذي أسسه كمال الذي أسسه مصطفى كمال أتاتورك في 1923 أيضا قام على أساس قومي. فلهذا القومية موجودة، ولكن في الانتخابات الأخيرة هذه زخم القومية يعني حقيقة ارتفع بوتيرة عالية جدا، لا سيما مع وجود اللاجئين. نعم. أكثر من لذلك نسأل عن الأسباب ملايين لاجئ وما إلى ذلك. نعم، يعني هذه هي الأسباب. ربما هذه المناكفات التي حدثت في الآونة الأخيرة مع الانتخابات، هذه الحركة القومية أو موضوع القومية عاد من جديد إلى السطح في تركيا بسبب يعني المزايدات أو الدعايات الانتخابية للمرشحين في هذه الانتخابات. لهذا وجدنا بأن سينان أوغان يتحدث عن القومية، أوميت أوزداغ يتحدث عن القومية، وحتى يعني ومرال أخشنار رئيسة حزب الجيد تتحدث عن القومية، مهبا أو رئيس حزب الحركة القومي دولة باهتشالي أيضا يعني كلهم يتحدثون عن القومية، حتى مرشح حزب أو تحالف الأمة كمال قليشتار أغلو الذي كان يتحدث في الجولة الأولى عن الإرهاب وما إلى ذلك واللاجئين عاد ويعني غير نبرته وغير فكره تماما في الجولة. نعم. الثانية وتحدث بخطاب وصف حتى بالفاشي سيد سنجي، وصف بالفاشي حتى خطاب نعم. كمال كليشدار أوغلو ضد اللاجئين وصف بالخطاب الفاشي. نعم. حتى يعني طيب سؤال حصل القوميون عفوا على نحو 23 إلى 25% يعني ربع الأصوات تقريبا، هل هذا شيء طبيعي؟ إذا نظرنا إلى الخط البياني نرى أنه في تصاعد، هل الموضوع فعلا يرجع فقط إلى قضية اللاجئين وارتفاع النبرة القومية عن الأتراك، أم أن هناك أسباب اقتصادية أو أسباب تتعلق بالموضوع الكردي حتى؟
يعني الخلاف يعني في الحقيقة هذا الصوت القومي أو أصوات القوميين يعني هذه نسبتهم موجودة، هذه يعني إن قلنا القوميين المتطرفين، يعني جميع الأتراك هنا في تركيا حتى المحافظين منهم يعني يتفاخرون بقوميتهم التركية، لا ينكرونها أبدا، ولكن تتفاوت النسب، يعني نسب القوميين المعتدلين مع نسب القوميين المتطرفين ونسب القوميين الأكثر تطرفا. هذه النسبة يعني لو نظرنا إلى الانتخابات السابقة نجد أن مثلا حزب الحركة القومي دائما ما كان موجود في البرلمان التركي، حتى أيام ما كان معارضا لحزب العدالة والتنمية والرئيس رجب طيب أردوغان كان موجودا في البرلمان بنسبة 16 إلى 18%، وحينما انشق عنه مثلا حزب الجيد برئاسة ميرال أقشنار أيضا حصلت على نسبة 10% في الانتخابات السابقة والانتخابات البرلمانية الأخيرة، ولما انشق عن هذا الحزب أيضا أوميت أوزداغ وسنان أوغان أيضا حصلوا على نسبة 2 إلى 3% من هذه الأصوات، يعني لهم وجود في تركيا في الحياة السياسية التركية، أيضا لهم وجود حتى في داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم، يعني هناك قوميون داخل الحزب الحاكم وهناك حزب آخر مثلا كان يصنفون القوميون المحافظون، حزب الوحدة الكبرى الذي أسسه أو تم تأسيسه في 2009 و2008 وتوفي زعيمه أو مؤسس هذا الحزب في حادث طائرة إلى الآن لم يكشف عن أسبابها طبعا، هذا الحزب الآن هو يعتبر يصنف حزب قومي محافظ، هذه الأحزاب القومية موجودة، ولكن طبعا موضوع اللاجئين موضوع الأجانب في تركيا بشكل عام ربما زادت وتيرة القومية في تركيا، واستطاع السياسيون استطاعوا يعني استخدام هذه الحركة أو هذه السياسة القومية في انتخاب في دعايتهم الانتخابية وكسب أصوات هؤلاء، حتى أصبح يعني لهم أهمية يعني كبيرة في تعديل كفة الموازين في الانتخابات. وصفت الآن أصوات القوميين بأنها قد تكون بالفعل بيضة القبان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية يوم الأحد، كما تعرف أوغان وقف مع أردوغان وأوزميت أوداك اختار أن يقف مع المعارضة، هل فعلا نتحدث اليوم أن أصوات القوميين والقوميين المتطرفين قد تكون هي ترجح اسم الرئيس المقبل لتركيا؟ يعني أنا حقيقة لا أستبعد أن تكون هذه الأصوات مرجحة لأحد الطرفين، لكن إذا ما عدنا إلى سنان أوغان وإلى أوميت أوزداغ نجد بأن أصواتهم يعني لا تعد يعني مؤثرة ذلك التأثير الكبير على نتائج الانتخابات، هم حصلوا نعم في الانتخابات الأولى يعني في الانتخابات الرئاسية على 5.2%، وفي الانتخابات البرلمانية أوميت أوزداغ وحزب النصر حصلوا على 2.2% من الأصوات، يعني ليست نسب كبيرة، ولكن نسبة سنان أوغان أو تحالف الأجداد في الانتخابات الرئاسية هذه الأصوات أو هذه النسبة ليست كلها أصوات سنان أوغان، يعني هناك أصوات 3% وأكثر من 3% من الأصوات حسب المعطيات الحالية في السياسة التركية، هذه الأصوات هي أصوات ربما بعضها يعود إلى محرم إنجا المرشح السابق الذي انسحب قبيل الجولة الأولى من الانتخابات، وهناك أصوات لمن هم كانوا غاضبين على المرشحين الآخرين كليشدار أغلو أو رجب طيب أردوغان، ولكن وهناك أيضا موضوع نقطة مهمة، أن سنان أوغان أو حتى أوميت أوزداغ لا يملكون طبعا فكر ورأي ناخبيهم، هم قالوا سنوجه ناخبينا إلى التصويت إلى الجهة التي نحن نؤيدها، أوغان يؤيد أردوغان وأوزداغ وحزب العدالة وزعيمه وجدة أوز يؤيدون كليشدار أغلو، ولكن ليس بالضرورة أن يلتزم أنصارهم أو ناخبيهم بتعليماتهم وتوجيهاتهم ليصوتوا لهذا الطرف أو الطرف الآخر، ولكن في بشكل عام القوميون حقيقة الآن يلعبون دور مهم، وهذا أدركه المرشحان ويعلمان تماما بأن القوميين لهم دور، لأنه فقط القوميين ليسوا كما قلت هؤلاء يعني أوزداغ و
سينان أوغان، هناك كما قلت الحركة القومية. نعم. وهذا كان سؤالي التالي. حزب الوحدة الكبرى هؤلاء مع رجب طيب. نعم. هذا كان سؤالي التالي، وهذا يبدو لافتا في الحالة التركية، طالما أن هناك خطاب قومي يعلي من القومية التركية ومن العداء للآخر المختلف بغض النظر عن هويته، لماذا لا يوجد حزب قومي واحد كبير في تركيا؟ ما أسباب هذا الانقسام المرير بين الأحزاب القومية حتى أنها تتوزع على كل الطيف السياسي في البلاد؟ لماذا؟ نعم، لا يعني هم قوميون ولكن لهم توجهات مختلفة، لهم توجهات مختلفة. كما قلت لك، هناك القومي اليساري وهناك القومي الإسلامي، هناك القومي اليميني. يعني حزب الحركة القومي يعني هو يعتبر حزب يميني، ولكن الاختلافات الداخلية في السياسات والتوجهات جعلت هذه الانقسامات يعني تحدث. هنا في تركيا أيضا موضوع مهم جدا، دائما أن الزعيم الحزب هو الشخص الذي يكون مسيطر على مفاصل الحزب، وربما يكون له الكلمة الأولى والأخيرة في كثير من القضايا والمواضيع السياسية، وهذا ربما يزعج بعض الأطراف. ولا شك بأن مرال أقشنار كان لها اختلافات مع حزب مع زعيم حزب الحركة القومي دولة باهتشلي، وأيضا بعض القيادات داخل الحزب، مما أثرت أن تنشق عن هذا الحزب، وأخذت قسم أو جزء من قيادات هذا الحزب ومن أنصار هذا الحزب، وأسسوا حزب قومي. كذلك يعني سينان أوغان أيضا كما قلت فصل مرتين من هذا الحزب لاختلافات في توجهاته وسياساته. ربما هم نعم يلتقون ويجتمعون في نقطة القومية، ولكن هنا هذه الديمقراطية في تركيا، يعني كل طرف وكل حزب وكل شخص له توجهاته وأفكاره، ليس شرطا وليس بالضرورة أن يوافق على توجهات زعيم الحزب دائما. ولهذا حينما لا يسمع كلام زعيم الحزب منهم يعني يعملون على الانشقاق وإنشاء أحزاب أخرى. يعني الآن هناك نرى منافسة قوية بين حزب الجيد المنشق من الحزب الأم حزب الحركة القومي لهذا الحزب يعني، لكن الآن نجد هذا في هذا الطرف وهذا في هذا الطرف، والطرفان كان تقاسما الآن في الجولة الثانية. نعم. الكعكة الصغيرة التي لدى تحالف الأجداد الذي انفرط عقده قبل أيام، أوغان أصبح مع أردوغان، وبوزداغ أو أوزداغ أصبح مع قليشدار أغلو. لكن كما قلت يعني لا، نعم سيؤثرون في الأصوات، ولكن هذه تحالف الأجداد الذي انقسم لا أعتقد بأنه سيكون له ذلك التأثير الكبير الذي يقلب به الموازين في الانتخابات. شكرا جزيلا عبد الناصر سنجي الكاتب الصحفي في اسطنبول. أهلا بكم متابعي التلفزيون العربي على يوتيوب، أنا وائل تميمي، أدعوكم للاشتراك في القناة بالضغط على سبسكرايب لتصلكم إشعارات تغطياتنا الإخبارية وبرامجنا، إضافة إلى التحقيقات الخاصة والوثائقيات.